فتبع النصوص والتأمل فيها وفي الروايات هذه تخرج الإنسان من إشكاليات، وخصوصا في الأصول. يعني عندك أصل وأتاك دليل يخرجك عن هذا، فلا ترمي بأصلك الذي أخذته من العلماء السابقين ومن أهل السنة والجماعة، لا تتزعزع في هذا الأصل. ما أتى من نص تمهل، تمعن، انظر، اسأل أهل العلم الراسخين حتى يستبين لك الأمر. فانتبه، كفائدة لك كطالب علم تتبع الروايات على حسب وسعك، ولا سيما فيما يكون هناك إشكال. إذا وجد إشكال أو أريد أن يزعزع أصل عندك من الأصول فانتبه، عندك أصل وعندك نصوص كثيرة، ما أتي وأخرج عن هذا الأصل الذي مقرر عند أهل السنة والجماعة من أجل حديث. فتبع النصوص والتأمل فيها وفي الروايات هذه تخرج الإنسان من إشكاليات.